الخبر الأول اللي عدنا، أوكي، بالمختصر بهذا المقطع راح تكشف لكم حقيقة أغبى مؤامرة بالعالم حاولت توقع بها محمد جواني، ولكن طلب بسيط إن تشوفون هذا المقطع الأخير على ما تكشف لكم الحقيقة بالكامل. طبعا مثل ما تعرفون نزلت هذول المقاطع وكشفت بشوية حقائق على ما يتجمال، فطلبت من عندي إنه تتواصل وياي بيني وبين مايا مكالمة. أعطيكم هذه المكالمة اللي راح تكشف دلائل بالفيديو. فأول شيء مايا الجمال اعترفت إنه هي تتعامل ويا بيسان إسماعيل وإنه صار بيناتهم تواصل، وسامي الشعبي اللي هو أخو أنس الشعبي هو اللي منتج لها هذا المقطع ونزل هي على القناة بهذا التسجيل الصوتي، اسمعوا. أنا من وقت لما طلعت لايف وكنت أبكي، الوقت هذا صار بيننا تواصل بعد ما أنا سكرت اللايف، تمام؟ صار تواصل بيننا على الواتساب، أوكي؟ اللي منتج الفيديو هو أنس وبيسان وكلنا بنعرف. أوكي تمام، اللي منتج الفيديو سامي. اوكي متفقين على هذا الشيء، انا ما بنكر. اوكي رغم انه هذا واحد يكفي انه يكشف الحقيقه بالكامل، انه انس وبيسان هم ورا كل الموضوع وهم نزلوا له هذا المقطع والسيناريو بالكامل مكتوب من انس وبيسان اسماعيل، ولكن رغم هذا راح احط لكم شويه دلائل ثانيه تكشف لكم حقيقه مايا الجمال. فبالنسبه لثاني شيء خلينا نحكي على النفاق وعلى الكذب بهذا التسجيل الصوتي. في البدايه انا سالتها انه ليش هي ما اشتكت على محمد جواني، انه اساس هو صديق ضربها كانت تشتكي عليه من البدايه، فصارت تقول انه اساس هي قلبها طيب وما كانت تريد توقع جواني بورطه، كانت تريد تدخل السجن. ولكن تعرفون وين النكته؟ انه بنفس هذه المكالمه هي صارت تقول انه حرف عليكم قضية محمد جواني وراح اورطكم وراح ادخلكم السجن. فوين راح قبل شوية القلب الحنون؟ ما هذا التسجيل الصوتي ركبي. من بداية القصة ما كنت تتصلي بالشرطة ولا كنت تدري ستوري واحد يقول جواني ضربني انت عاوز تجيبوا لي شرطة؟ ما كنت تدري سوى شيء؟ ليش بدك تسوي يوتيوب هاي بلبلة؟ الا اذا ما كان في ضرر. جواني لاجئ في البلد، اذا رحت اشتكيت عليه راح اعمل له مشكلة. انا ما بدي اذيه لهالدرجة. اساسا انا مش فاهم هذا الشيء. انا بقدر ارفع قضية دولية عليك وعلى جوان. ما بيسان حاولت قبل كثير. يا سيدي بيسان حاولت قبل كثير، بس انتو اتفقتوا على بيسان كثير، وانا بيسان اللي بيجي فيها بيجي فيي من يوم وطالع. بده يجيب بيسان رح يجيب سيرتي انا. حلو الكلام؟ الله يخليكم. كلام؟ هلا رح اطلع انا اشتكي عليك وعلى جواني وافرجيكم انا كيف بدكم تلعبوا معي. جواني راح بين الاجرين. هلا قبل شوي تقول انت بدك تشتري تورطين جواني وتدخلي سجن، بعدين صرت تقول انت تريد تدخلي محمد جواني سجن، يعني واضح انه هو السيناريو ولكن ما محبوك عدل. حاضر احط لكم تسجيل ثاني، شوفوا شلون صار تهددني وتريد تحذف قناتي، ما ادري صراحه وين اختفى الاستعطاف اللي كانت تسويه وبالبث مباشر وتبكي، الا فجاه صارت وحش وصارت تسب وصارت تعيط. وتسمعوا زين، انا بعرف كيف اطولك يا فهد، انا بقول لك شغله يا مملكه القطط، انت يا فهد بقول لك شغله، انت وقعت مع بنت حطها في دانك هاي بين قوسين، وقعت مع اكتر بنت مشرمحية في الدنيا كلها بطولك ورب الكعبة لأطولك. اوكي لأطولك. انا اللي عندي اسمعني ستوري ستوري تتدري فيه. لا تضحك لا تضحك وتعمل لي حالك مسكين وانك مش خايف. لا انت خايف كبير. انت خايف وهلأ حكيت بلسانك جواني بعط لك سنابات لإلي بتخصني. ما بعد ما بعد كلها متشرب التيك توك بس راح اطولك والله العظيم لأرب فيك لامسح بكرامتك الارض وافرجيك يا فهد انت بتلعب مع مين. انت انا راح لك الله يسامحك بس انا راح لك الله يسامحك انا قناتك كلها راح افكر لك اياها. انت كنت بجذري قناتك كلها افكر لك اياها. انا قناتك كلها تسكر على ايدي انا. بيسان وانس حاول. ثواني هاي نفسها باللايفات اللي كانت تبكي وتقول انا يتيمه وما ادري شنو، فوق هذا تقول ان هي تعرف الله. خليني احط لكم هذا الفيديو او لا خليه لغير فيديو احسن. طبعا حسب سمعت ان هي مخطوبه من واحد استرالي، فتسال مايا انه انت مخطوبه ليش سويتي الشيء زائد 18 في واحد اصغر منك قبل فتره؟ ما خليه غير مقطع هم. ثالث شيء ولو راح احط لكم تسجيل صوتي لمايا الجمال راح تكشف بيه شويه حقائق، راح احط لكم اياه اسمعوا وركزوا بيه زين. يعني الله يعينك يعني عن جد. إذا بدك متابعين بنشر لك، أنا مشاهداتي أعلى من مشاهداتك، يعني أنت نص طبعا لا طبعا ليش؟ لأنه في بيسان ولا سبت دعمك لأعطيك مصاري. أوكي الصراحة رح أحكي لكم شوية كلام من قلب، مثل ما شفتوا قبل شوية صارت تحكي على مشاهداتي إنه أنا مشاهداتي قليلة، هي تعاملت ويا بيسان وأنس فصار مشاهداتها عالية وتريد تنشر لي. مشاهداتي قليلة ولكن على الأقل عندي كرامة، ما يعرف اللي شاف هذا المقطع إنه أنس وبيسان عرضوا علي نفس العرض اللي عرض على مايا الجمال، طلعوا وقفوا إياهم، التسجيل الصوتي كان موجود بالمقطع وعلى الأقل حصل شوية شهرة زيادة. يعني يا حبايب اكو شيء اسمه كرامه والكرامه فوق كل شيء. انا كنت اقدر اوافق على طلبهم واطلع واحكي انه عادي وهم ينشروا لي بالستوريات وبالمنتدى واستفاد شويه دعم ومشاهدات وسوي نفس اللي سويته مايا الجمال، ولكن بهذه الحاله راح تروح الكرامه اللي عندي. طبعا يا حبايب محمود نايت نزل هم مقطع على قناته وهم فضح بيه لان هو كان بنفس المكالمه، هو سجل المكالمه نزل مقطع لمايا الجمال وفضحها فضايح 18 بنت تسريب المكالمه. نفس الشيء سوى طارق الباشا، راح احط لكم روابط مقاطعهم بالوصف وروحوا دعموهم لانهم ساعدوني. وبس والله يا حبايب اتمنى فهمتوا هذا الدرس من هذا المقطع انه الكرامه فوق كل شيء وانه المشاهدات مو اهم شيء بالعالم.
وكشفتوا حقيقة مايا جمال شلون كانت في البداية تحاول تستعطف، وشفتوا حاليا شلون صارت تسب وصرت ترفع قضايا وتريد تمسح قناتي وتهدد، واعترفت انه هي تتعامل ويا بيسان وانس الشايب بالتسجيلات الصوتية بالكامل. ما ادري ايش اقول، الحمد لله على كل شيء، الله يسامحهم كلهم، وبس. جاكم فايزة من ختم مملكة القصص، ومع السلامة.